يا بدو ابوس ايدك ابوس ايدك يا دكشور بيرحمني. سعيد هو اللي اتفق معاك ليلتها يا بدوي؟ لا لا مش سعيد. امال مين؟ انا اتضحك عليا يا دكشور بيه، اتضحك عليا وشرفك. ما تحلفش بشرفي يا كلب. مين اللي اتفق معاك؟ يوسف، يوسف، يوسف اللي شغال عند الشيمي. الشيمي تاني؟ اللي اتقصني يا باشا ورا الواد ده وطلع من رجاله الجنرال. من رجاله الجنرال؟ ايوه يا باشا. مين اللي وزي الواد ده يا بدو؟ والله العظيم ما اعرف يا باشا، والله العظيم ما اعرف. يعني ايه؟ شغال لحسابه؟ هو عايز يراضي الشيمي باي شكل، وشكله كده عملها لحسابه. ماشي يا بدو، ماشي. ابوس ايدك يا باشا ارحمني، انا ما استاهلش منك كل ده. انا مش هسألك انت خنتني ليه، لان الكلب محدش بيسأله انت نجس ليه. خلصوا على الواد ده وتوه رمته، مش عاوز حد يتعرف على خلقته. اتفضل. اهلا وسهلا، نورت الفيلا. ايه اهلا دي؟ هو انا مش عايش هنا برضو ولا هتعاملني ضيفة؟ والله ما خدت بالي خالص، طبعا صاحبة البيت وانا اللي ضيف فيه. ماشي، بس ابقى حاسب بقى على كلامك، ولا يعني هيبقى بايظ زي مواعيدك؟ والله يا حبيبتي اللي حصل ده غصب عني، الجلسة اتأخرت. الجلسة مش أهم مني يا شين، ولا ينفع يعني تسيبني مقطوعة في الشارع كده؟ يا حبيبتي أنا قلت لك روحي استنيني في المكان اللي كل مرة بنتقابل فيه، وأنت اللي ما وافقتيش. يرضيك يعني أروح أقعد في المكان ده لوحدي واللي جاي واللي رايح يتفرج عليا؟ يا حبيبتي ما احنا لازم نعذره في بعض، واللي حصل ده كان خارج عن ارادتي والله. بص يا شين، انا اللي يحبني ويتجوزني لازم اكون عنده اهم من الدنيا كلها. وانت اهم حاجه عندي في الدنيا دي، واللي حصل ده غلطه ومش هتتكرر تاني. لا بقى انا ما اقدرش على كده، زعلك ده حاجه كبيره عندي قوي. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. طب اتفضلي اتفضلي من غير اهل ما تزعلك دي، اتفضلي. ماشي. قوم بقى يا نجم. يا تيفا صباح الفل يا معلم، في ايه؟ صباح الفل يا عم، حد ينام لغايه دلوقتي في اليوم المفترق ده؟ ليه؟ مفترج ازاي يعني؟ تصدق ازعل منك يا صاحبي؟ تنسى ماتش المصري اللي في بورسعيد؟ ايه اللي حصل لك؟ ده انت كنت جدول الدوري اللي بنعرف منه مواعيد الماتشات. يلا اهو قوم يلا عشان تيجي معايا. ده انا ما صدقتش لما امك قالت لي انت خلاص خرجت للدنيا. معلش يا تيفا. اعذرني انا. روح انت، انا ماليش نفس. نروح احنا؟ انت عايزني بقى اكلم لك الناس تيجي تشيلك يلا بيلا وتجيبك بالعافيه. انا غلطان ان انا منعتهم ان هم يجوا معايا. قوم يلا يا عم بدل ما اكلم الناس يجي يعملوا لك قرود هنا. انا مش هروح يا مصطفى، انا مش هروح. ليه؟ انت بقيت زي الفل اهو. معلش عندي دكتور بالليل. انا هنحور؟ ما الدكتور بتاع ابوك وانا اللي بتابع معاه وعارف هو بيروح له امتى. ما تستهبلش يا عم الحاج، انا مش بتكلم عن الدكتور بتاع ابويا، انا بتكلم عن الدكتور بتاعي انا. انا حضرتك عندي عين طايره لازم اروح اغير عليها واشوف الكشف والحوارات والجو ده كله. طب يعني ينفع تفوت ماتش زي ده؟ معلش الجاية جاية كتير ان شاء الله، جاية كتير يا تيفا. المهم روحوا انتوا وترجعوا بالسلامة ان شاء الله، وابوس ايديكوا، ابوس ايديك انت وهم يا تيفا واحد واحد، وحياة غلاوة ابو تريكة عندكوا يا شيخ. ما تعملوش مشاكل مع البورسعيدية، تمام؟ عشان هم شايلينها لنا من المرة اللي فاتت. في ايه يا عم حمادة؟ احنا بعون الله نسد مع اي حد، بس انت ادعي لنا. كله على الله ان شاء الله. طب انا ايه بقى شكلي هسحب؟ عشان العيلة عمالة تزن. سلام. ماشي يا تيفا، خد بالك من نفسك يا ولد، خليها على الله. سلام. ونعم بالله. سلام يا حبيبي. ايه سماح؟ ايه اللي مصحيكي؟ انا ما نمتش اصلا.
قلتليش ليه؟ مالك؟ طب انا امبارح ما رضيتش اتكلم معاكي، ما كنتش عايز اسال عليكي ولا اجي عليكي، لان عارف انت مش عايزه تسمعي حاجه. بس انا عايز اقول لك يا سماح ان احنا حياتنا مش ناقصه حاجه. عارفه ليه؟ عشان انت مراتي واختي وبنتي كمان. ده ناقصنا ايه؟ نزعل ليه؟ خلينا كده عايشين في روقان، مش ناقصين وجع دماغ ودوشه. بعدين ما انت يعني شايفه الجيل اللي جاي كله عامل ازاي؟ جيل معلم بيه لربنا. بس انا كان نفسي اجيب حته عيل من يا ستي اعتبريني انا ابنك. انا عارف ان مفيش عيل ديناصور قد كده. بس انت عندك عيلين تانيين. عندك سيكا اهو، اهو عيل من يوم، ولا عمتي اهو امك دي بقى اصغر عيله شفتها في حياتي. ايوه كده الحاجة موحة. هو انا ممكن اخلف يا ريه؟ ايوه ممكن تخلفي طبعا، بس زي ما قلتلك 100 مره كل حاجه بقولها حسب حسابي على الله. في ناس كتير عايشه وعندها عيال بس مش طايقه عيشتها. احنا احسن من غيرنا كتير، والله احسن بكتير. بنت انا بحبك يا بنت، عمرك ما بعد عنك عشان خاطر حاجه. افتكري له الرحمه. شكري مات من سنتين تقريبا، كان بيعمل معايا شغلانه وكان اشتد عليه المرض في الاخر، وحكى لي حكايتك وقال لي انه كان نفسه يشوفك ويشوف ابنه او بنته، ما كانش يعرف ابنه يوسف. وعلى فكره هو ساب لك وساب لابنه نصيبكم من ثروته، وشهدني وشهد مراته صفاء على الكلام ده. صفاء دي اخر واحده اتجوزها. لا حول ولا قوه الا بالله، انا ما كنتش عايزه حاجه ولا عايزه فلوس. انا كنت عايزاه هو ان شاء الله ساعه واحده بس، ساعه واحده من عمره يشوف ابنه ويقول له انه ابوه، ويشيل عني الذل والمهانه والحسره اللي عايشني بيها طول عمري. معلش افتكري له الخير. تفضلي. هو انا مش عايش هنا برضو ولا هتعاملني ضيفه؟ والله ما خدت بالي خالص، طبعا صاحبه البيت وانا اللي ضيف فيه. ماشي بس ابقى حاسب بقى على كلامك، ولا يعني هيبقى بايظ زي مواعيدك؟ والله يا حبيبتي اللي حصل ده غصب عني، الجلسه اتاخرت. الجلسه مش اهم مني يا شين، ولا ينفع يعني تسيبني مقطوعه في الشارع كده؟ يا حبيبتي انا قلت لك روحي استنيني في المكان اللي كل مره نتقابل فيه، وانت اللي ما فهمتيش. يرضيك يعني اروح اقعد في المكان ده لوحدي واللي جاي واللي رايح يتفرج عليا؟ يا حبيبتي ما احنا لازم نعذره في بعض، واللي حصل ده كان خارج عن ارادتي والله. بص يا شين، انا اللي يحبني ويتجوزني لازم اكون عنده اهم من الدنيا كلها. وانت اهم حاجه عندي في الدنيا دي، واللي حصل ده غلطه ومش هتتكرر تاني. لا بقى انا ما اقدرش على كده، زعلك ده حاجه كبيره عندي قوي. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. طب اتفضلي اتفضلي من غير اهل ما تزعلك دي، اتفضلي. ماشي. مبسوط يا يوسف ان احنا بقينا مع بعض؟ مبسوط ايه اللي مبسوط؟ ده انا ابسط واحد في العالم. عارف اقول لك على حاجه؟ زمان كده لما كنت بشوف حد واحدة مخطوبة ولا متجوزة ولابسة دبلة، تقول ايه ده؟ هي مش متضايقة من بتاع اللي جوه ايديها دي؟ كنت مش متخيلة ابدا ان انا ممكن افضل لابسة دبلة كده وخانقاني كده العمر كله، ولا حتى 10 سنين ولا سنتين ولا حتى سنة. حاسة اني مش هقدر استحملها ابدا. بس دلوقتي فهمت. انا مش حاسة ان انا لابسة دبلة. حاسة ان انا لابسة تاج. حاسة اني ملكة
كفايه ان انا البنت اللي انت اخترتها. كفايه لما قلت لي نفسي اجيب بنات الدنيا كلها يا نودي وامسك ايديك واقول لهم ان انت حبيبتي ان انت مراتي. مبسوطه قوي يا يوسف، قوي مطمنه قوي. كلامك حلو يا بنت نادي. ربنا يقدرني وافضل كده مريحك وبسطك العمر كله. مالك في ايه؟ ابدا، في موضوع كده مضايقني شويه وكنت عايز اقوله لك بخصوص الوعد اللي انا كنت وعدته لك، يعني مش ممكن ما اقدرش اعمله. ايه هو؟ فاكر لما قلت لك قبل كده ان انا عايز اسمي المطعم نودي ريستورانت؟ اه. حصل ان في الفتره الاخرانيه دي واحنا بنقفل المحل وكده كان عندي ازمه سيوله جامده، فاضطريت ان انا ادخل معانا شريك رابع. طب دي حاجه كويسه، المفروض تبقى مبسوط. ما المشكله بقى ان الشريك الرابع ده حاطط فلوس كتير، يمكن قد الفلوس اللي انا حاططها بالظبط. بصراحة لما قلت له على موضوع الاسم ما عجبوش وقال ان هو عايز يغيره. انا فكرت احلقه يعني وامشيه من الحوار كله، بس بيني وبينك كنت مزنوق في الفلوس. هو ده اللي مضايقك يا يوسف؟ اه. لا طبعا، انا يهمني ان انا موجوده جوه في قلبك، ان انا بتاعتك لوحدك. يعني انت مش زعلانه؟ لا طبعا، هيفرق في ايه يعني اسمي على يافطه ولا في استراو؟ المهم ان انت بتاعي العمر كله. ربنا يخليكي ليا. خليك ليا. مش عايز ترقص؟ نعم. ايه نرقص؟ نرقص ازاي يعني؟ قوم رقصني بقى، يلا بطل كلاسة. ماشي، عشان اصلحك بس ما تاخديش على كده. ها طب يلا. ايه رايك في الاوضه؟ مش عجباني طبعا. مش عجباكي؟ انت عارف الاوضه دي منين ولا بكام؟ يكش تكون بفلوس البنك الدولي كله. مش برضو الست هانم اللي قبلي كانت بتنام فيها؟ ايوه حبيبتي، بس مفيش بس، انا ما ادخلش ابدا على عفش واحده تانية، ولا انا يعني اقل منها؟ لا طبعا، ولا تقارني نفسك بيها ابدا. خلاص يبقى تغير لي اي عفش هي استخدمته. حاضر، من بكره الصبح هبص في كتالوجات الايطالي واجيب لك احدث حاجه نزلت. يا سلام، ومين قال لك بقى ان انا عايزك تجيب انت اي حاجه لوحدك؟ مش انا بقى اللي هعيش هنا؟ يبقى انا لازم اختار حاجتي بنفسي، ولا ايه؟ ولا ايه؟ طبعا عندك حق. تعالي بقى افرجك على بيت الاوض. فرج. ده ابن حمار راح تسرق تانك بنزين. انت عارف العيال اللي سرقت البنزين خدت احكام قد ايه؟ ما انت عارف يا راي، ابو دنيا نزلني من على العربيه وهي صاحب تنبيل دلوقتي بتشرط عليك، وكل اللي يهمه ان الايراد يروح لحد عنده وياكش حتى تسرقه له. تقوم تسرق تانك البنزين؟ هي العيال معاك اتمسكت وبلغت عنك وهيثم حالف ان هو ما هيسيبك، هتعمل ايه دلوقتي؟ يا عم هي طولها زي عرضها، وبعدين يا راي انا مش هشيلها لوحدي. يعني ايه مش هتشيلها لوحدك؟ يعني لو اتمسكت او اتحط في ايدي كلبش هقر على الراجل اللي غني اسرقها له. انت مين يا ياض اللي وزك؟ واحد مقاول بيتاجر في كل حاجه يا راي، اسلمه العربيه يفرغها هو في جراكن ويبيعها في السوق السوداء باضعاف ثمنها. طب وايه يقولك بقى ان التانك اللي انت سرقته كله اتدلع على الارض؟ انا ماليش دعوه، يكش حتى يرموه في البلاعات، انا خلاص مصلحتي وجيت وخدت القرشينات. يعني ايه مالكش دعوه؟ انت بتنتقم من مين ياض؟ من ناس؟ اي حد يقولك اسرق اقتل اخطف تقول له امين؟ يا راي راي، انت ما بتشوفش العيال السريحه اللي بجراكن؟ هما بياكلوا والبنزينه بتاكل وكلها ماكله بعضيها يا صاحبي. طب بقول لك يا خليفه، دلوقتي تروح تلم حاجتك وتختفي خالص، ولو امك عزت حاجه انا رقبتي ليها. طول عمرك كبير يا راي. يلا قوم يا ولد، خلي بالك ان هيثم لعيب في كل حته دلوقتي، واكيد وصلنا ان انت هنا في القهوه. يلا قوم. تعالى تعالى اخرج من عشان محدش يشوفك. ايه رايك؟ دي تقريبا التشطيبات النهائيه تقريبا. تحفه بجد.
خلاص فاضلك حاجات بسيطة قوي وتبقى جاهز. ايه رأيك يعني؟ هيبقى جامد؟ هيبقى جامد بس عشان انت هنا. مش عارف، من غير كلامك الحلو، من غير وجودك في حياتي، انا مش عارف الدنيا كانت هتبقى عاملة ازاي. مش عارف كانت هتبقى عاملة زي الدنيا قبل ما تعرفني. انا ما كنتش بشوف قبل ما اعرفك. انا شفت الدنيا وشفت جمالها من عينيكي، من عينيكي انت. مش هتيجي يوم تسحب الكلام ده بقى؟ ليه بتقولي كده؟ عشان ده اللي بيحصل ما بين اي اتنين بيحبوا بعض. امين، احنا مش اتنين، احنا واحد. مش عايز تعرف انا كنت ايه قبل ما نعرف بعض؟ انت بالنسبه لي من يوم ما شفتك قبل كده ما يهمنيش في اي حاجه. ويضايقك لو انا سالتك انت كنت ايه قبل ما اعرفك؟ ولا حاجه، كنت انسان عادي جدا، ممكن تلاقيه ماشي في الشارع من غير ما تحس بيه. كتفك ممكن يخبط في كتفه بالصدفه وبرضه مش هتحس بيه. حياتي ما فيهاش اي اسرار ممكن اخبيها، ما فيهاش اي حاجه. عيونك دي مش عيون واحد شاف حياه سهله، حاسه ان في حاجات كتير قوي جوا بس انت اللي مش بتقولها لي. لو في حاجه ممكن تتحكي انت اول واحده هتعرف، صدقيني. ده هيبسطني قوي. ايه ده؟ هو في حد جوه ولا ايه؟ مين اللي جوه؟ انا. يوسف، يوسف يا حبيبي يا ابني. كده برضه يا يوسف؟ كل دي غيبة؟ أربع أيام بحاله ما تسألش على أمك؟ وإيه الجديد يعني؟ ما أنا بغيب عنك على طول، ولا بتسألي ولا بسأل. بس المرة دي أنت كنت بتتجوز، كنت عايزة أطمن عليك أنت وعروستك. لا اطمني. هو أنا حاجتي فين؟ كل حاجتك مكوية وموجودة في مكانها يا حبيبي. وعملت إيه بقى في رحلة البحث عن أبويا؟ وصلتي له ولا لسه؟ أبوك الله يرحمه يا يوسف. يا خسارة. كان نفسي أعمل آخر مشهد في الفيلم لما بيقابلني ويحضنني ويوصيني والحبتين دول. بس يلا الحمد لله. أخبار مراتك إيه؟ كويسة. عملت فرح يا يوسف؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ لا ما عملتش فرح. لو كلمتك وسألتك رجعتي ولا لا قولي لها لسه في البلد وما رجعتش. ماشي. طب استنى يا يوسف، انا عايزه اقول لك حاجه. رايح فين يا يوسف؟ يا يوسف انا قلت لها يا سون، قلت لها نروح لحد يعيد لها، ما رضيتش. البنت ده عينها اتشاف. ايوه شافتها عين قويه وما صلتش على النبي. طب بصي بصي لعينيها كده اهو مصفره ازاي، شوفي. والنبي يا ماما مش قادره الكلام ده. يا وليه يعقد لها ايه وكلام فارق ايه؟ الحكايه ابسط من كده يا زوزه. لا الحكايه مش بسيطه. اصل انت ما انتش فاهمه، انا خايفه لا يكون حد كاتب لها عمل على ظهر قرموط ورميه في الميه. ايوه طب نجيبه ازاي بقى القرموط ده هوت ونفك العمل؟ ولا تكون يا اختي البت البت ملبوسه. ايوه اصلها وهي صغيره كانت بتخش الحمام ضلمه. لا انا لازم اوديها للشيخ المصراني، هو اللي هيفك لنا العقده بشنطه دهي. مصراني ايه واعوراني ايه يا زوزه؟ الحكايه ابسط من كده يا اختي. بقول لك ايه، دلوقتي في دكاتره ومعامل. انت فاكره البنت صبره بنت خديجه اللي كانوا جيراننا زمان؟ فكرة. امها خدتها ولفت بيها على الدكاتره، سمعوها من المنقي خيار، وما مرتش سنه الا كانت مخلفه وجايبه بطن. بجد والنبي يا خالتي؟ امال ايه يا حبيبتي، ودلوقتي عندها ثلاث بطون. عقبالك ان شاء الله. يا رب يسمع من بقك ربنا يا سونا، ويرزقك يا موحى يا بنتي بدستة عيال، يدوا اخوك ويطلعوا عينيكي وما ينيموكيش الليل يا رب. يا رب يا ام. انت عارفين حاجه؟ انا مش فارق معايا نفسي قد ما فارق معايا الرايق. حبيبي كده كتم في قلبه وساكت وما كانش عايز يخلف. بيقول يوم ما يقول لي يلا بينا عايزين نخلف يحصل اللي يحصل ده. انا خايفه يشوف عليا. شوف يا ام. ايه يا حبيبتي؟ لا جرى ايه يا حبيبتي؟ انت فاهمه ان العيال بتربط الراجل؟
الراجل لو عايز يفك هيفك، حتى لو متجوز السفيرة عزيزة وعنده قرطة عيال. يفك ايه يا ولية يا مسحوبة من لسانك انتي؟ ان شاء الله تتفك مفاصلك مفصل مفصل وتمشي سايبة. الله، انت جاية تنقع على البت ولا ايه؟ وتفسري عليها ولا هو احنا الراجل اللي يخش في وسطينا يعرف يفك مننا؟ ايه يا عم مالك؟ غلقان في حزبة بيرما ولا ايه؟ الدنيا واقعة وفلوس مقصرة معانا. مقصرة ازاي؟ وفلوس الكارد بتوع صحاب الرأي مش متكفية؟ الفلوس دي المفروض تزيد، انما بقى الباشمهندسه اللي انت جايبها بقى مش عارف يتكلم. طب وهي ذنبها ايه؟ مش بتعمل شغلها؟ المفروض تعرف ان احنا لسه بنبدا، بنقول يا هادي. وانتوا عشان بتقولوا يا هادي تعمل شغلها اي كلام؟ وانت كده كده خلصت اللي عليك، بدل ما تقعد تكسر وتبني، وان شاء الله بكره المحل يشتغل وتلم اللي صرفته. المفروض يكون في فلوس احتياطي، نجيب عده زياده، حاجه وقعت كده ولا كده، افهم، فلوس احتياطي. خلاص يا عم خليها على الله، بكره هتمشي بسبوسه. بسبوسه؟ طب يا بسبوسه، انا رايح المهندسين اشوف بدلتي خلصت ولا لسه، لو في اي حاجه كلمني في التليفون. طب ما تستنى لغايه بالليل ونروح سوا. استنى يا مجنون، الافتتاح بالليل. والله؟ اه والله. طب او بدلتي فين؟ اوعى بقى اسال نفسك السؤال ده، بدلتي فين؟ بدلتي فين؟ بدلتي فين؟ طب انا بدلتي فين؟ من ساعة آخر مرة شفتك فيها مفيش ثانية عدت ما فكرتش فيها فيكي. إيه فيها فيكي دي؟ وما دام مفيش ثانية عدت غير لما فكرت فيها فيا، لازمته ايه بقى الوقت ده كله؟ عادي، كنت عايز اشوف هتوحشيني قد ايه وهوحشك قد ايه، بس انا شايف دلوقتي ان انا كنت وحشك قوي. عينيكي بتقول كده، بس مش اكتر من انت كنتي وحشاني. هو انت عملتي فيا ايه؟ قصدك انت عملت فيا ايه؟ ولا اقول لك؟ احنا عملنا ايه في بعض؟ احساس غريب قوي مش كده؟ بس حلو، انا مبسوطة. مبسوطة بقى عشان شفتي قد ايه انت كنتي وحشاني؟ لا، مبسوطة عشان انت عرفت قد ايه انت وحشتني من غير ما اقولك. على فكرة انت وحشت رامي كمان. بجد؟ اه. اشمعنى؟ النهارده كنت بقول له ان انت هتيجي تعيش معانا لما نتجوز، وافق على طول. طب والله ده كلام عظيم. طيب افهم من الكلام ده ان رامي بيحبني اكتر ما انت بتحبيني؟ مش حد يحبك اكتر مني يا يوسف، مش هخلي حد يحبك اكتر مني. شد حلو. فين الانجاز؟ اهلا يا ريس. مساء الخير. مساء الفل. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ميرسي قوي. ايه الاخبار؟ في اي مشاكل؟ معقوله انت تعملي الشغل ده كله ويطلع فيه مشاكل؟ هو بصراحه انت خربتي بيت الجماعه في مصاريف، بس قشطه. خربت بيتهم؟ خربت بيتهم ازاي يعني؟ هم مش عايزين حاجه كويسه ولا حاجه اي كلام؟ اه، ما انا قلت لهم انت ما بتعمليش حاجه نص نص زي الناس التانيه اللي بتعمل اي كلام. على راي المثل، اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. جاريه يا بنتي، ده مثل. المهم انا مبسوط قوي انك جيتي النهارده، عشان كنت نفسي اشوفك قوي. ما اعرفش، في حاجه قالت لي ان هشوفك الليله دي واتعشى معاكي بعد الافتتاح. سيد انت عايز مني ايه؟ انا اذا كنت فاكر عشان جيت لك في المكان ده مره بقى انا من النوع ايه، تبقى انت غلطان. انا عمري ما فكرت كده، بالعكس، ده انا عشان بحترمك عارفك انت ايه، وده اللي عاجبني فيكي. ماشي. طب ايه بقى؟ عشان نتعشى سوا الليله دي؟ انا عندي شغل بكره الصبح ولازم اصحى بدري. انتوا محتاجين حاجه مني؟ محتاجين تحضري فرحي. ايه، مش انت اللي عامله الشغل ده؟ يبقى فرحك. طيب بعد اذنك ان شاء الله. طب هشوفك الليله دي؟ طول ما انت معطلني كده ولا هعرف اجي ولا هعرف اشتغل. طب كده براءه. عن اذنك. اتفضلي. استناك استناك يا حبي. عسل عسل. يلا يا واد اشتغل. رايح فين يا بيه؟ الله، رايح فين؟ يا سعيد، ده اسمه كلام يا سعيد؟ بتخلي رجالتك يوقفوني على الباب بره؟ ده حتى عيب يا جدع، ده احنا قرايب. سكر زياده يا حبيبي. انت عايز ايه يا ابني انت؟ وايه حكايه قرايب دي كمان اللي بتقولها؟
مش انا اللي هربي لك ابنك؟ نبقى قرايب ولا لا؟ انت يا اهبل تربي لي انا ابني؟ اتربطت ولا ايه؟ لا خليك حلو، خليك حلو ورايح على ظهرك واسمع الكلام. امه هتبقى مراتي، يعني العلاقه ما بيننا لازم يبقى فيها ود ومحبه، يا اما هخلي الواد يكرهك. انت اللي يخلي ابني يكرهني؟ ده انا افرمك كده تحت رجلي. بطل الحبتين بتوعك دول، مش عشان في مكانك سبق جيت وتربقت فوق نفوخ الرمم اللي واقفين بره دول. رجالك في كلمتين اسمعهم مني واتكل على الله. عايز الواد خده، ما يهمنيش، انا اصلا مش طايق حاجه من ريحتك، انما غاليه لا تروح لها مكانها ولا ترفع عليها سماعه التليفون. ولو الواد قعد معاها وليك مزاج تشوفه تكلمني انا الاول تستاذن مني، وانا اكلمها واظبط لك الواد واقول لك امتى تروح تجيبه وامتى ترجعه. حلو الكلام يا صاحبي؟ وامتى بقى الجواز ان شاء الله؟ لا لا دي خصوصيات عيله مالكش دعوه انت بيها خالص. يلا سعيد، انا جيت لك لحد عندك عشان اقول لك الكلمتين دول، حصل عكسهم ما تزعلش مني. ماشي ماشي يا بنت الشيمي. كل اللي بيميز الجنرال شبكه علاقاته مش اكتر. بصراحه طلبت منه حاجات كتيره جدا وعملها لي، عمره ما خذلني او فشل. بس اكيد طبعا المره دي نزل من نظرك صح؟ مش يمكن ده من حسن حظي؟ مالك؟ حاسه ان فيك حاجه متغير عن المره اللي فاتت. لا ابدا، بس بفكر كده لو عرفت انا كنت بشتغل ايه مع الجنرال اكيد انا كمان كنت هنزل من نظرك. لا على حسب اللي انت بتعمله، اذا كان لمصلحتي او ضدي. الشر والاذى واحده مدام، كل اللي بيعمله بيفتكر نفسه انه بطل وغلطان، بيكذب على نفسه. من كام يوم كنت بنصح واحد بقول له ما تديش ودنك لحد، ما تمشيش في طريق ما تعرفش ترجع منه، بس انت عارفه سعادتك. وانا بقول له الكلام ده حسيت ان انا ممكن اكون بني ادم كويس، حسيت ان الوسخ اللي جوايا ممكن ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ري. ساعات بنضطر ان احنا نعمل الغلط مش عشان مفيش غيره، بالعكس، بس هو اوضح من الصح وكمان اسرع في تنفيذ كل اللي احنا عايزينه. وكل واحد فينا بالتاكيد بيحس ان هو بيعمل كل حاجه صح، عشان كده ما بيحسش انه بيعمل غلط. صح؟ قولي، جنرال كلمك او هددك؟ ما اعرفش هددني، انا كله تحت السيطره. بس على فكره البدله حلوه قوي عليك، ما كنتش عارف انك عندك ذوق في البدل. مع اني ماليش فيها، ما بحبهاش، بس زي ما تقولي كده دي بروفا عشان عندي مناسبة. ايه؟ هتتجوز؟ اتجوز تاني؟ لا ابدا، انا عندي افتتاح المطعم بتاعي. مناسبة زي دي برضو ما تعزمنيش عليها؟ سعادتك محتاجة عزومة، صاحبك مكان شرفي في اي وقت. ولو اني حاسه ان في حاجه مضايقاك، بس هسيبك براحتك تحكي وقت ما تحب. على فكره كنت عايزاك في شغلانه، اقدر اعتمد عليك فيها؟ طبعا اموريني. يعني كان في واحد ما بيني وما بينه شغل، المفروض ان هو كان يبعت لي الفلوس على البنك على حسابي، فجاه غير رايه عايز يبعت لي الفلوس دولارات وكاش. والمطلوب؟ تروح تستلمهم. صراحة مش مرتاحة خالص، حكاية تغيير رأيه المفاجئ دي مش مريحاني، حاسة إن وراها حاجة. لا متقلقيش، واعتبريه حصل كمان. ميرسي يا رهيب. أول ما تجهز أبلغك عشان تروح السفرة تلاقيها جاهزة. يا بنتي أنا مش برجع في كلامي ولا حاجة،
انا ابتديت اصفي حاجتي خلاص، وعمك الشيميد هتبقى هو اللي يشتري البضاعه يعني. طيب امال في ايه تاني؟ خلاص اهو. مفيش، انا بحاول افكر معاكي بصوت عالي ادي. لا لا خلاص، احنا خلصنا واتفقنا. خلاص يا حبيبتي خلاص، ماشي يا بابا مستنيينك. خلي بالك على نفسك.